وبمناسبة عيد انتقال أمنا العذراء مريم إلى السماء، احتفلت الكثير من كنائس العالم بهذه المناسبة المباركة، حيث رفعت في الكنائس الأردنية الصلوات والترنيم والابتهالات إلى الله العلي القدير بأن يعم السلام في غزة والأرض المقدسة، وأن يديم نعمة الأمن والأمان في أرجاء الوطن. وبهذه المناسبة المباركة أقيم في كنيسة انتقال السيدة العذراء للاتين في السلط قداس إلهي ترأسه الأب طارق حجازين راعي الكنيسة بمشاركة الشماس رامي الفار. تحدث خلاله الأب حجازين عن فضائل الأم السماوية وعن دورها في حياة المؤمنين. وقد سبق القداس الذي حضرته الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات الأردن وفلسطين والأخت مدلين دبابنة النائب العام لرهبنة الوردية وعدد من الراهبات وجمع حاشد من أبناء الرعية. صلاة السبحة الوردية في مزار الأم ماري ألفونسين تلاها إقامة دورة العذراء بساحة الكنيسة. مباركة ثمرة فضلك يا يسوع يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطاة.